نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في قمة رؤساء دول إفريقيا بكينيا لمناقشة عملية التجديد 21 لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وفي الكلمة التي ألقتها نيابة عن الرئيس السيسي، أكدت المشاط أن استكمال مسار التنمية يتطلب جهدا متضافرا لتذليل التحديات التي تواجه القارة، لا سيما منطقة جنوب الصحراء الكبرى. كما أضافت أن 462 مليون مواطن بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر المدقع، مشيرة إلى أن التكامل الإقليمي يخلق مسارات فعالة لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أضافت أن مصر تحولت من دولة مستفيدة من المؤسسات الدولية للتنمية إلى دولة مانحة لدعم دور القارة الأقل دخلاً.